وين تريد تروح؟ قال أريد أروح للكويت. راح دا يروح للكويت بصفوان الكويتين منعوه من الدخول، ما قبله بدخل. طلع التركيا، من تركيا صار اتصال بالسفارة الفرنسية والفرنسيين استقبلوه ونطول جوه هناك. المهم بدت الثورة تشتعل وهو محرك قوي إلها ثورة بإيران. فالرئيس عرف أنه الخميني يعني جاي، فراد يستطلع نوايا شنو تجاه العراق. يستطلع نوايا الخميني إذا استلم السلطة في إيران. دزلة علي باوة اللي هو نفس الضابط اللي كان نفسه، هو ضابط اللي أن الخميني كلش يحب علي باوة ويقول له أنت من عندنا الاعتبار يعني شيعي. بعث ليا إلى باريس. بعث ليا لباريس، نعم. وراح والتقى بي ورحب بي هو الخميني وسأله، قال له أنا بس أرجع لإيران ونستلم الحكم، أول هدف راح يكون هو إسقاط النظام بالعراق. فهذه طبعا يعني هي شكل الصدمة عن صدام حسين، وبدأ يجهز نفسه للمواجهة مع إيران. ورجع يعني رفعوا شعار تصدير الثورة الإسلامية وين؟ باتجاه العراق.